خروج مستشفى ميداني عن الخدمة في ريف إدلب بعد استهدافه بغارة روسية. الجيش العراقي يدمر مخزن أسلحة بعملية عسكرية غرب الأنبار. الاتحاد الأوروبي بصدد اتخاذ إجراءات تشريعية لمحاربة التحريض على الإنترنت. أهلا بكم إلى نشرة أخبار اليوم. قتل 7 أشخاص من بينهم أطفال ونساء وجرح آخرون في قصف شنته المقاتلات الروسية استهدف الأطراف الغربية لمدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي بحسب ما أفاد به ناشطون. وفي سياق متصل، تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثث الضحايا العالقين تحت أنقاض مشفى المغارة بالقرب من بلدة عابدين بريف إدلب الجنوبي، والتي خرجت تماما عن الخدمة جراء استهدافها من قبل الطيران الروسي. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن مقاتليها باتوا يحاصرون الآن مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، من 4 جهات. وقالت الناطقة باسم قوات سوريا الديمقراطية أن مقاتليها قطعوا الإمداد عن مسلحي داعش وقطعوا مواصلاتهم مع العراق عبر تحرير الطريق المؤدي إلى دير الزور وبسط السيطرة على شرق ريف الرقة. وأضافت الناطقة أن بسط فصائلها سيطرتها على طريقين يربطان الرقة بمدينة الطبقة والعاصمة دمشق جعل من المستحيل تدفق مقاتلين جدد وذخائر إلى داعش، الأمر الذي أصبحت معه قوات التنظيم محاصرة من 4 جهات. كما كشفت قوات سوريا الديمقراطية عن تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بأن تنظيم داعش بدأ في تصفية عدد كبير من قادته، وذلك بسبب انهيار معنويات أفراد التنظيم وانعدام الثقة بينهم. وتشير المصادر الاستخباراتية إلى أن المقاتلين المحليين باتوا لا يثقون بالأجانب أو ما يعرفون بالمهاجرين الذين انضموا للتنظيم، ويتهمونهم بالتجسس لصالح التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه من المتوقع أن يجري اليوم تهجير الدفعة 6 من مقاتلي وأهالي حي الوعر المحاصر في مدينة حمص نحو الشمال السوري، حيث تعد هذه 5 دفعة تتجه نحو جرابلس و6 دفعة تخرج من الحي، حيث كانت إحدى الدفعات 6 خرجت نحو إدلب. وأضاف المرصد من المرتقب أن تبدأ خلال الساعات القادمة عمليات نقل المواطنين إلى خارج الحي بواسطة شاحنات وحافلات نقل داخلي إلى تجمع حافلات السفر خارج حي الوعر. أكد وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون دعمه لآلية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القائمة للتحقيق في هجوم إدلب الكيماوي بسوريا. وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت في وقت سابق أن موسكو عبرت للولايات المتحدة عن أسفها بسبب معارضة واشنطن السماح لمفتشين روس بالمشاركة في التحقيق. وفي الشأن العراقي، أعلن الإعلام الحربي في العراق مقتل 35 إرهابيا وتدمير مخزن أسلحة بعملية عسكرية غرب محافظة الأنبار. وقالت خلية الإعلام الحربي أن القوات العراقية قتلت 14 إرهابيا خلال عمليات تفتيش في المناطق الصحراوية لغرب الأنبار، لافتة إلى أنه تم أيضا تدمير مضافتين وقتل 21 إرهابيا في قضاء راوة بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي. أفادت مصادر أمنية في العراق أن تنظيم داعش الإرهابي استخدم السلاح الكيماوي في هجوم هو 7 من نوعه في الموصل. وبحسب المصدر، فإن تنظيم داعش قصف المدنيين في حي الثورة الذي توغلت فيه القوات العراقية لتحريره ب6 قذائف هاون محلية الصنع محملة بغاز الخردل السام، ما أسفر عن قتل 6 مدنيين وإصابة 12 آخرين باختناق وتشوهات. أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي عن عودة 127,137 نازحا إلى مناطقهم المحررة في محافظة نينوى.
وأضاف الجاف أن مخيمات شرق الموصل وجنوبها شهدت عودة دفعة جديدة خلال اليومين الماضيين، وصلت إلى نحو 2063 من النازحين إلى مناطقهم بعد تحرير القوات العراقية لها. لنشرتنا بقية، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلن محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك خلال افتتاح أعمال مؤتمر حضرموت الجامع الذي عقد في مدينة المكلا أنه سيتم بعد 10 أيام إعلان تدشين العمل بإقليم حضرموت ضمن الأقاليم الستة التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني. إلى ذلك أشاد المشاركون في المؤتمر والبالغ عددهم نحو 3000 مشارك بالدور العظيم الذي طلعت به السعودية والإمارات ودول التحالف العربي في دعم اليمن في حربه على قوى الشر والظلام من الإنقلابيين على مقدرات الوطن. أهداف المؤتمر هو فقط يعني لملمة البيت الحضرمي وترتيب أوضاع البيت الحضرمي، فأهل حضرموت بحاجة إلى الوفاق وإلى الوئام، وأنتم تعرفون أن تفرق الناس ليس فيه كبير مصلحة. الناس إذا اجتمعوا سادوا وملكوا، وإذا تفرقوا واختلفوا فسدوا وهلكوا. فنحن اجمعنا هنا علماء وأعيان ومشايخ ومناصب ومقادمة على أن تلملم الجراحات في داخل حضرموت، وأن يقف أهل حضرموت على أرضهم ويحافظوا على ثرواتهم من أي اعتداء يريد به الخصوم. فنحن نرسل رسالة تطمين إلى الحكومة في الحكومة اليمنية في الداخل المتمثلة برئاسة المشير الركن عبد الرب منصور هادي. نرسل رسالة إلى شقائنا في الخليج أننا لا نريد لا انفصالا ولا عندنا أجندات أخرى، إنما نريد أن نرتب بيتنا في الداخل. هذه هي الغاية والبغية. نريد أن يتحسن التعليم، أن تراقب الثروات من النهب والسلب، نريد أن نؤمن مستقبل أجيالنا. والله طبعا لما سيطر يعني تنظيم القاعدة على المحافظة لا شك أنه حصل فراغ كبير جدا، وللأسف الشديد أن الوحدات العسكرية سلمت أسلحتها وولت هاربة، فعانى الناس الأمرين في داخل هذه المحافظة. ولك أن تتخيل أنه لا دولة لا قضاء لا أمن، كيف سيعيش الناس؟ اليوم ترسم لوحة أهميتها في وئام الحضارم، حيث المرحلات السابقة أفرزت انقساماتهم المختلفة وجعلتهم يخونون بعضهم البعض. اليوم دفنوا ملفات التخوين والعمالة وانصهروا في قالب واحد، يقولون بالأمس العالم كله نال إعجاب الحضارم في تجارتهم، في سياستهم، في أخلاقهم، في مدرستهم الوسطية. هناك دراسات قامت في العالم، ستقوم قريبا دراسات للجيل الحاضر، لأنه أدرك واجبه الممتد من ذلك الواجب الإنساني والإسلامي والوسطي. تلبية تحقيق هذه المطالبة التي سعى إليها حلف قبائل حضرموت، وانطلاقا بالهبة الشعبية ومرورا من دعوة حلف حضرموت في صوت بالعبيد لهذه الدعوة المؤتمر حضرموت الجامع، ولم شمل حضرموت من أجل تحقيق هذه المطالب وهي حقوق حضرموت التي أجمع عليها أبناء حضرموت. هذا هي الهدف، ليس معاداة لأي طرف أو لأي جهة، وإنما هي حقوق مطلبية ورفع ظلم قد مضى والآن لأجل بناء حضرموت، بعد وذلك بعد مرور عام من تأسيس جيش النخبة وتحرير ساحل حضرموت، ولتشهد حضرموت التنمية والبناء والأمن والأمان ونموذجا في المناطق في أقاليم اليمن. قتل 3 من أفراد تنظيم القاعدة في هجوم لطائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية استهدفت سيارتهم جنوب اليمن. ووفق مسؤول محلي فإن السيارة المستهدفة في بلدة السعيد في محافظة شبوة دمرت وتفحمت جثث ركابها 3. تجاوز عدد المدارس التي تضررت كليا أو جزئيا من الانقلاب في اليمن 1700 مدرسة، وفق ما أكده وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبد الله لملس، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى أكثر من 50 مليون دولار لإعادة إعمارها. الوزير اليمني قال إن الحوثيين أدخلوا تعديلات على المناهج التعليمية تضمن بعضها توجهات طائفية، إلى أن الحكومة اليمنية واجهتها بإصدار تعميم بمنع توزيع الكتب إلا بعد تشكيل لجنة من التوجيه في جميع المكاتب.
وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير لقاءه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالإيجابي والبناء، مشددا على أن مصر ومملكة يمثلان جناحي الأمة العربية. وأوضح الجوبير أن اللقاء تناول الأوضاع في المنطقة، خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وأهمية إيجاد الحلول لها، لا سيما مع اتفاق الرؤى والتوجهات بين البلدين، مشيرا إلى أهمية دوام التنسيق بينهما لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور السعودية، وتناول الطرفان أهم التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، حيث اتفق الجانبان على أن المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه المنطقة العربية يستوجبان مزيدا من تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره. أعلنت الحكومة الأفغانية يوم أمس حداد تكريماً ل140 جندياً وضابطاً قتلوا بعد هجوم شنه مسلحو طالبان على قاعدة بإقليم بلخ شمال البلاد. وقال القصر الرئاسي إنه سيتم تنكيس جميع الأعلام الأفغانية في المؤسسات الحكومية في أفغانستان والبعثات في الخارج. ما يقارب 100 قتيل من أفراد داعش سقطوا في الضربة الأمريكية التي استهدفت معقل داعش في إقليم ننغرهار بأفغانستان، بينهم 4 قياديين. وعلى ما يبدو فإن الحملة العسكرية مستمرة ضد التنظيم الإرهابي، وتتابع وسائل الإعلام العالمية بدقة تطورات هذا الموضوع. نحن في أخبار الآن، وبعد الضربة على إقليم ننغرهار توجهنا إلى أقرب نقطة استطعنا الوصول إليها، وتحدثنا إلى عدد من سكان عشين التي تبعد بضعة كيلومترات. هذه الصور التقطناها من آخر نقطة سمح لنا بالوصول إليها قبل موقع الضربة التي وجهتها الطائرات الأمريكية لمعقل تنظيم داعش في إقليم ننغرهار. ضربة تساندها وفق حاكم مديرية الشين إسماعيل شانوراي القوات الخاصة الأفغانية برا وجوا. بدأت العمليات العسكرية ضد داعش منذ أسبوعين، وتتولى القوات الخاصة الأفغانية قيادة العمليات، بينما توفر القوات الداعمة في أفغانستان غطاء جويا ومساندة برية، ويشارك أيضا وحدات من القوات المسلحة التابعة للكوماندوز الأفغاني. تركزت الهجمات على أسد خيل والمناطق المحيطة بها، وتكبدت داعش خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، آخرها كانت العملية التي استهدفت إحدى أكبر معسكرات داعش في ننغرهار، والتي قتل فيها أكثر من 90 مسلحا من داعش. السكان الذين التقيناهم رووا لنا ما سمعوه بالتزامن مع إلقاء القنبلة. أسقطت قنابل عدة سابقا على مدينتنا، لكن القنبلة الضخمة التي استهدفت المدينة مساء السبت الماضي كانت مختلفة تماما. عندما سمعت صوت الانفجار خرجت مسرعا من الغرفة لمعرفة ما حدث، ورأيت ألسنة من اللهب تخرج من منطقة جبلية غير بعيدة عن المدينة، ولحسن الحظ لم تدمر القنبلة المنازل، ولكنها هزت المدينة وضواحيها بشدة. نحن نرحب بهذه العمليات للقضاء على الإرهاب وبناء طرق جديدة وإعادة الأمن في المنطقة. العمليات العسكرية الجارية في منطقة ننغرهار لا تحقق نجاحات كبيرة فقط، بل لقيت تأييدا شعبيا من قبل السكان المحليين، وقد شنت القوات الأفغانية 4 عمليات سابقة ضد الإرهابيين ولم تأتي بنتائج مرضية، حيث قامت بتحرير أقل من كيلومترين، ولكن هذه المرة تمكنت القوات الأفغانية من تدمير مواقع الإرهابيين لأكثر من 8 كيلومترات مربع. حققت القوات المسلحة الأفغانية نجاحات كبيرة في حربها ضد داعش، خاصة في الأسبوعين الماضيين. شاركت في 11 عملية عسكرية قتل فيها عشرات الإرهابيين أمام عيني.
بطبيعة الحال حاول داعش التقليل من أهمية هذه الضربة بادعائه أن أي من قادته لم يصب بأذى، لكن الصور الجوية التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية أظهرت بوضوح استهداف أنفاق داعش والتي بالتأكيد لن تكون إلا مأهولة. دعا وزير الخارجية الصيني إلى نزع الأسلحة النووية بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية وسط تصاعد التوتر بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. وقال وونغ يي من أثينا إن بلاده تدعم بحزم نزع الأسلحة النووية من المنطقة باسم الاستقرار والسلام، مشيدا بموافقة مزيد من الأطراف على وجهة النظر الصينية. تصدر المرشحان إيمانويل ماكرون ومارين لوبان الجولة الأولى للانتخابات الفرنسية بعد انتهاء مرحلة التصويت وفرز الأصوات، وحصل ماكرون على 23.7% من الأصوات مقابل 21.7 لمنافسته لوبان. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية سجلت 69.42% من المشاركة، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالجولة الأولى لعام 2012. أقر مرشح اليمين المعتدل الفرنسي فرانسوا فيون بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، واعتبر نفسه الشخص الوحيد المسؤول عن هذه الهزيمة. كما دعا فيون أنصاره لتأييد ماكرون في الجولة الثانية. وكذلك أقر مرشح الحزب الاشتراكي بونوامو بالهزيمة، ودعا مناصريه أيضا إلى التصويت لصالح ماكرون في جولة الإعادة. ومن جهته اتصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بماكرون لتهنئته على تأهله للجولة الثانية. ذكرت مصادر صحفية أن الاتحاد الأوروبي يفكر في اتخاذ إجراءات تشريعية لتنسيق كيفية قيام مواقع إلكترونية مثل فيسبوك وتويتر وجوجل بحذف خطاب الكراهية، مضيفا أنه قد يطرح تدابير تشريعية أو غير تشريعية بحلول نهاية العام لمعالجة التشتت والغموض القانوني المرتبط بحذف المواقع الإلكترونية. المزيد في سياق التقرير التالي. على وقع الأحداث الدامية التي يشهدها العالم مؤخرا، تفاقمت حدة خطابات بث الكراهية والتحريض على النزاعات والصراعات الطائفية على شبكة الإنترنت بشكل ملحوظ، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأعمال العدائية بين الشعوب والأديان على أرض الواقع، ما يعني أن هناك حاجة ماسة لتمييز الخط الفاصل ما بين حرية التعبير وعدم الانخراط بخطاب الكراهية عبر الإنترنت بأي شكل من الأشكال، حيث يصعب احتواؤها في حال حدوثها نظرا لطبيعتها وسهولة انتشارها. مصادر صحفية مطلعة قالت إن الاتحاد الأوروبي بصدد اتخاذ إجراءات تشريعية لإجبار مواقع إلكترونية مثل فيسبوك وتويتر وجوجل بحذف خطاب الكراهية والتحريض على العنف. المفوضية الأوروبية اعتبرت أن هناك قدرا كبيرا من التفاوت في الأساليب المطبقة لحذف المحتوى غير القانوني في المواقع الإلكترونية، سواء كان تحريضا على الإرهاب أو خطاب الكراهية أو المواد الخاصة بالانتهاكات الجنسية للأطفال، الأمر الذي يتطلب طرح تدابير تشريعية أو غير تشريعية بحلول نهاية العام لمعالجة هذا التشتت والغموض القانوني المرتبط بحذف المواقع الإلكترونية المحتوى غير القانوني. ويبدو أن محاربة الخطابات العدائية على الإنترنت قد أخذت منحا جديا. ألمانيا كشفت النقابة الشهر الماضي عن قانون من شأنه تغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو في حال تقاعست عن حذف خطاب الكراهية. من جهتها اتفقت مجموعة شركات إلكترونية كفيسبوك وتويتر ويوتيوب التابع لجوجل ومايكروسوفت العام الماضي على ميثاق سلوك للاتحاد الأوروبي لمعالجة خطاب الكراهية على الإنترنت خلال 24 ساعة. وتقول الشركات إنها في موقف صعب لأنها غير مسؤولة عن المحتوى الذي يبث على مواقعها وغير ملزمة بمراقبة ما يجري بشكل نشط، ولكن عليها حذف المحتوى غير القانوني لدى إخطارها، وهو ما ينتقده الاتحاد الأوروبي كون السرعة في حذف تلك المنشورات إحدى أهم ركائز محاربتها. فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعد الفاصل عمل فني مسرحي يكشف حقائق عن داعش في ليبيا. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة الصحافة.
نبدأ جولتنا مع صحيفة الغد الأردنية التي عنونت أنجلينا جولي ستتزوج من وسيم بريطاني. أشارت عدة تقارير إخبارية أن الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بعد 7 شهور من انفصالها عن براد بيت تتطلع للزواج من رجل بريطاني. وبحسب هافينغتون بوست نقلا عن مجلة أوكي ماجازين البريطانية، فإن الزواج الرابع لجولي سيكون من وسيم بريطاني وهو أيضا رائد أعمال ويملك طموحات سياسية. أما صحيفة القدس العربي عنونت بريطاني يعثر على كنز ذهبي داخل بيانو. عثر تقني بريطاني داخل آلة بيانو على كنز قوامه مئات القطع الذهبية تعود إلى العصر الفيكتوري، ما أثار حالة من الغموض حول أصحابه الأصليين. وكان التقني مارتن ريكهاوس قد دعي لدوزنة آلة البيانو التي تعود إلى 110 سنوات والمقدمة إلى مدرسة بيشوبس كاسل في وسط إنجلترا. أما صحيفة الحياة فقد عنونت طريقة الاستحمام تؤثر على نضارة بشرتك. أكد الخبراء أن للمياه فوائد كثيرة على صحة الجسم والبشرة، شرط تجنب ارتكاب بعض الأخطاء أثناء الاستحمام، ومنها قضاء وقت طويل في الاستحمام. ويوصي الخبراء بعدم تجاوز مدة 10 دقائق أثناء الاستحمام، ونصحوا أيضا بتجنب الماء الساخن وتجنب الصابون القاسي إذ يؤثر على نضارة البشرة. عمل فني مسرحي يعرض هذه الأيام في مدينة بنغازي ويجسد الفوضى التي تعيشها المدينة بعد دخول الإرهابيين إليها. وينتهي المشهد برسالة مفادها ضرورة التوحد من أجل القضاء على الإرهاب والانتصار للحق. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. عادت الحياة إلى بنغازي ونفذ مسرحها الغبار من على ركحه بعد انقطاع دام لأكثر من 5 سنوات. سنوات الظلام انتهت وبدأ معها يوم جديد يحمل الكثير من الآمال والأمنيات. هذا ما حاول المخرج أن ينقله من خلال مشاهد هذه المسرحية التي يحاكي بها قصصا واقعية تدور حول جرائم تنظيم داعش من قتل وخطف وتعذيب. يا سالم لقناك يا سالم بنروح، اعطينا الفجنين بنروح خلاص. انكافحوا في الإرهاب عن طريق المسرح، فأقوى رسالة ورسالة توصل بشكل سريع للمواطن أو للمسؤول أو أصحاب الإرهاب. يعني رسالتهم نحن، رسالتنا نحن كمسرحيين وعن طريق المسرح تكون رسالة قوية ورسالة هادفة. ودور المسرح هو دور حيوي في نشر رسالة المحبة ورسالة السلام ومحاربة كل الأفكار المتطرفة الداعية إلى تشويه المجتمعات والداعية إلى سفك الدماء. عرض مسرحي جسد الواقع المعاش لأهالي المدينة ومعاناتهم من وحشية داعش، بالإضافة إلى تجسيد الفوضى التي نشرتها الجماعات الإرهابية داخل المدينة. بالنسبة للمسرح، المسرح الليبي في حكايتنا مع قصة الإرهاب في ليبيا، كان يقاوم مع الجيش الليبي بأعمال مسرحية وبالكلمة. الحمد لله رب العالمين، نحن في مسرح وطني قدمنا مسرحية، وكان لي الشرف اللي اشتغلت فيها، اسمها مسرحية قناص، تتكلم على الجيش، تتكلم على القوة المساندة من الشباب الليبي. وشنو كان الهدف منها؟ الهدف بتاعنا أن كان لما كان الإرهاب في وطننا الغالي، وكانت رسالة نقول أن الوطن الوطنية مش موقفة على البندقة بس، موقفة حتى على الكلمة بالقلم بالبناء. وإن شاء الله تكون رسالتنا وصلت ومازلنا مستمرين في عروضنا. مع عودة المسرح من جديد إلى بنغازي يجد المواطنون اليوم متنفسا آخر وفضاء للتعبير عن آلامهم وآمالهم، وفرصة للشباب لتطوير أدائهم من خلال تقديم عروض أخرى خلال الأيام القادمة. حققت السويد ثورة في مجال إعادة تدوير المخلفات لدرجة أنها أصبحت خالية من القمامة تماما، وبات عليها استيراد القمامة من دول أخرى فقط للإبقاء على هذه الصناعة المربحة. وحسب إحصاءات رسمية سويدية
فإن نصف المخلفات المنزلية تقريبا يتم تحويلها إلى مصادر للطاقة لتدفئة المنازل في البرد القارس، حيث يجري تدوير 99% من المخلفات و1% فقط منها لا يمكن إعادة استخدامها وتذهب إلى مكب النفايات. وصلت كبسولة فضاء محملة بنحو 3.5 أطنان من المواد الغذائية والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، وعلى متنها أيضا مختبر للتجارب الزراعية لرواد الفضاء خلال مهامهم الطويلة. وتعد سفينة الشحن سيجنوس السابعة من أصل 10 بعثات مخطط لها حتى العام القادم بموجب عقد إعادة تزويد محطة الفضاء المدارية مع ناسا بقيمة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار. أنعش الأرجنتيني ليونيل ميسي أمال فريقه برشلونة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد تسجيله لهدف الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد في آخر لحظات المباراة التي أقيمت على استاد البرنابيو في العاصمة مدريد بالمرحلة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبهذا الفوز جدد برشلونة أمله في الحفاظ على لقب الدوري المحلي بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة منتزعا صدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف أمام الريال. قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين: خروج مستشفى ميداني عن الخدمة في ريف إدلب بعد استهدافه بغارة روسية. الجيش العراقي يدمر مخزن أسلحة بعملية عسكرية غرب الأنبار. الاتحاد الأوروبي بصدد اتخاذ إجراءات تشريعية لمحاربة التحريض على الإنترنت. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. شكرا للمتابعة، نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار. إلى اللقاء.